طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركة لداليا، والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم، وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاة طبيعية خلاص اصبحت الشركة من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد مناشط جنسي، يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجة، بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهولة جدا ان الشركة ملكها، زي ما استاذ حميد قال العقود اتسجلت. شركة ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعة انتوا ناسين ان داليا بعد الوفاة اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه، داليا متأكدة وعارفة كويس ان الشركة مكتوبة باسمها صوريا، يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحدة جربوعة جاية من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن ثروة نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقبلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا مش ميرسي. على فين يا بنتي؟ كملي اكل حبيبتي. ميرسي قوي على العشاء. تسلمي. شو صحه وعافيه. هات هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. معلش يا ابو سالم، بقالنا كام يوم متقلين عليك ومبيتينك بره البيت. لا يا سيدي، دفتك على راسنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم، شكرا، ربنا انعم عليا من فضله بالإخوة والأحباب الكتير. والله انا ما عارفة اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. ست العفو. ماشي يا امي، انا همشي وان شاء الله اشوفك بكره على العشاء. خلاص، خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ. ربنا يحفظها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعمل لكم الشاي. اخوك ده طيب قوي. هو الطيب وانا الشرير. بقول لك ايه، هو انا هفضل مسجونه هنا لحد امتى؟ يعني كلها كام يوم ان شاء الله، تقرير المعمل الجنائي يكون خلص ويحفظوا التحقيق ده اذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو انت شاكك ان انا اللي قتلت مراد؟ اكيد لا يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انتي بقى عايزه تعملي ايه. والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لاولاد مراد، تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انتي اتجننتي يا بنت انتي ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انتي عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك ولا من حق اولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي. الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد. اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكو إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود، وانا عايزاكم تساعدوني عشان ده يحصل.
داليا هانم في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعك، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانية. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلبي لنا الامن يا حراميه يا واطيه؟ والله لا ارجعك الشارع اللي جيتي منه، هترجعي الشارع ليلى هانم. اهدي يا ليلى. بس انت ليلى هانم ما يصحش ده. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ابوك يا سامح بيه. ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح بيه، احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره. قومي من على كرسي بابا. انا هترد. بص ليلى هانم، دي شركه اخويا ومش هتعمل شركه مرادك. انا قومي بقول لك، انا هترد. معلش يا ليلى، مرادك ده كبير عليك قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. شركتي وهاخدها، فاهمه؟ هاخدها. نازل ايدك سيبني. انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ نازل ايدك. اتفضلي. كبير عليكي قوي يا واطيه، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلي. طيب يا جماعه احس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا. تبعدنا عن بعض ابدا. فعلا هتاخدي شاهين النهارده؟ اه خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع انه يكون بعيد عني. مدام سلوى انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا يوم ما جبت لك شاهين اول مره لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساه لك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكره يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ اه طبعا فاكره، دي كانت أصعب حاجة عملتها في حياتي. أنا مش ممكن حنسى شكلك وانت واقفة بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. ماشي، هو كله بيعدي.
المهم ان الواحد دايما يدور على فرصه يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الدار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد؟ ها؟ لا ما الراجل مات. انهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته. والحقيقه اللي كانت ضايعه مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجه هتخوفنا. مدام سلمى انا مش عارفه اقول لك ايه. ما كانش في مكان امن من هنا احط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي. بس ان شاء الله من هنا ورايح هنبقى نزورك انا وشاهين. ان شاء الله يا حبيبتي تنور. يلا يا حبيبي يلا بينا.